مشاهدينا الكرام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه للتوصل باحدث الاخبار الوطنيه والدوليه في أول تصريح مشترك للممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية السيد جوزي بوريلا ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريتا أكد الطرفان أنهما أخذا علما بالأحكام الصادرة اليوم عن محكمة العدل الأوروبية بشأن قرارات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة بإدراج تعديلات على البروتوكولين الواحد والرابع من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية بخصوص المنتجات الزراعية وغيرها من جهة واتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام من جهة أخرى، وتابع ذات المتحدثين أنهما سيتخذان كل الإجراءات اللازمة لضمان الإطار القانوني الذي يضمن استمرار واستقرار العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية كما أكد أنهما سيظلان مستعدان بالكامل لمواصلة التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية في جو من الهدوء والالتزام من أجل تعزيز الشراكة الأورو مغربية للازدهار المشترك والتي انطلقت في يونيو 2019 مشيرين انهما سيواصلان العمل على تطوير الابعاد المتعدده لهذه الشراكه الاستراتيجيه بنفس روح التعبئه والتماسك والتضامن، كما اكد ايضا ان هذه الشراكه المتكافئه تقوم على علاقه ثنائيه متينه مبنيه على الثقه والاحترام المتبادل بين المملكه المغربيه والاتحاد الاوروبي. والتي تساهم في نفس الوقت في تعزيز هذه العلاقه الثنائيه من جهه وتلك مع الدول الاعضاء من جهه اخرى وتبقى الاشاره فقط الى ان هذا البلاغ المشترك جاء على خلفيه القرار الصادر عن محكمه العدل الاوروبيه الصبيحه اليوم الاربعاء بشان الطعون التي أودعتها جبهة البوليسار الانفصالية حول اتفاقية الصيد البحري والاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب شملها الأقاليم الجنوبية المغربية حيث قضت المحكمة المذكورة بإلغاء الاتفاقيتين التجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوروبي وهو القرار الذي أكد مهتمون بالشأن الدولي أنه لن يمس بالمصالح الاقتصادية للمغرب نشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء